مرحبا، أنا غمزة يمان. أنا طالبة في السنة الثانية بجامعة نجم الدين أربكان في كلية الملاحة الجوية والفضاء في قسم هندسة الطيران. يقع قسم هندسة الطيران في كلية الملاحة الجوية والفضاء التي تقع في حرم كويجيز الجامعي. أعتقد أن قسم هندسة الطيران قسم مهم لجامعتنا. كما تعلم فإن بلدنا متقدم للغاية في قطاع الطيران وخاصة في الصناعة الدفاعية، ويستمر في النمو. من خلال فتح هذا القسم للطلاب، بدأت جامعتنا في أن تكون مفيدة في تطوير وتدريب الطلاب المهتمين بهذا المجال وجلب المهندسين الشباب والموهوبين إلى الدولة في هذا القطاع. بشكل عام يتم تقديم دروس الهندسة الأساسية في السنة الأولى. بصرف النظر عن هذا، تم البدء في تقديم دروس القسم والميدان مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء في السنة الثانية. بالإضافة إلى ذلك، يضم قسم هندسة الطيران سنة تمهيدية، بمعنى آخر إذا لم تنجح في اختبار الإعفاء فعليك حضور السنة التحضيرية. هناك العديد من ورش العمل والمختبرات في جامعتنا، خاصة أن الطابق العلوي من جامعتنا محجوز تقريباً للورش والمختبرات. هنا يمكن للطلاب في فريق الجامعة إجراء دراساتهم ومشاريعهم. بغض النظر عن هذا، بالطبع لدينا أيضاً طلاب يكتبون أطروحة التخرج، ويمكنهم استخدام هذه المختبرات لإعداد أطروحتهم. هناك منظمات تعاقدت معها جامعتنا خاصة في السنوات الأربع الماضية. اتفقت جامعتنا مع منظمات مثل توساش. ضمن نطاق هذه الاتفاقية، يمكن للطلاب جامعة نجم الدين أربكان الاستفادة من فرص التدريب طويلة الأجل أو الصيفية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع لكتاب للطلاب الذين لديهم أطروحة تخرج. من خلال التقديم على هذه المشاريع، يمكنهم إكمال أطروحتهم بهذه الطريقة إذا تم قبولهم. بغض النظر عن هذا، هناك أيضاً مشاريع مثل توبيتاك 2209. مرة أخرى، يمكن للطلاب الذين يكتبون أطروحة التخرج التقديم بهذه المشاريع ودعم أطروحتهم.